وزارة التجارة ترسل مدراء عامين إلى المحافظات العراقية للإشراف على مفردات البطاقة التموينية وسبل وصولها للمواطنين، وخصوصا قبيل حلول شهر رمضان المبارك. في النجف الأشرف باشر مدير الرقابة المالية ومن موقع أدنى إدارة ملف الغذائية لتذليل جميع العقبات أمام دوائر الوزارة. أنا تكلفت من وزارة التجارة أشرف على وزارة محافظة النجف، كل دوائر التجارية في محافظة النجف، استعدادا للحصة الرمضانية وأيضا لدعم البطاقة التموينية واستعدادا لموسم التسويق لمحصول الحنطة. اليوم اللقاء مع الأخوان مدراء الفروع هو يعني الاستماع على مشاكل هذه الفروع، الاستماع على توجهاتها، أيضا الاطلاع على الخزين الاستراتيجي بالمحافظة بما يتضمن السلة الغذائية ومادتي الرز والحنطة. حقيقة لا مشكلة في النجف، النجف تجري الأعمال فيها بشكل جيد جدا. محافظ النجف من جانبه تحدث عن اهتمام تبديه وزارة التجارة بملف السلة الغذائية والاهتمام بالمواطنين. زارنا اليوم السيد مدير عام الرقابة في وزارة التجارة وهو مبعوث السيد الوزير لمتابعة موضوع البطاقة التموينية وتوزيع السلة الغذائية على المواطنين. الحقيقة هذه الزيارة احنا نرحب بها باعتبارها زيارة تبعث رسالة اهتمام ورسالة حرص على إيصال المواد الغذائية إلى المواطنين. أما مدراء دوائر الوزارة في النجف تحدثوا عن تذليل جميع التحديات أمامهم من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين. حقيقة كان هناك اجتماع موسع لمدراء الفروع، من خلال هذا الاجتماع طرحنا بعض المعوقات واتصلنا اتصال مباشر بالسيد الوزير، معالي السيد الوزير، اتصال هاتفي ذلل أكثرها. إن شاء الله الأمور تبشر بخير إن شاء الله. مطحنة النجف الحكومية مطحنة سويسرية من شركة بوهلر السويسرية ومن أجود مناشئ المطاحن في العالم. الطحين المنتج بها جيد جداً وخاضع للفحوصات والمعايير ومطابق لجميع المواصفات القياسية العالمية. من النجف الأشرف منتظر الشريفي، قناة العراقية الإخبارية.